لو الحكاية فيها إن فيتو دكتور أحمد الطيب 1 يناير 46 شوف هو طول ما هو مستمر في عمله المهم ما يبدأش حاجة جديدة، طول ما هو مستمر في عمله عنده نجاح. صحيح عنده عقبات ومعاكسات كتير، يعني في ضغوط مهنية جامدة، لكن هيعدي منها. ده بالنسبة لأحمد الطيب. فيتو.